السلام عليكم. بالنسبة لهذه القطعة مالتنا، هي قطعة موجودة بهذا الشكل. هذا الجزء لازم يكون هنا يبقى في هذا المكان. فأول شيء راح نسوي له عملية خراطة للقطر الخارجي هذه، وبعدين راح يجي يثبت هنا. هذه ماكينة بلغارية تم التثبيت بواسطة العينة المركزية الثلاثية الفكوك. أعشار قليلة حتى يتم التجفيف بين القطعة والقطعة الثانية. هذه تمام وضح بهذا الشكل. شكرا.